مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد الجمعة 27 يوليو 2018 عوشة بنت خليفة السويدي إحدى رائدات الشعر النبطي في البلاد والملقبة بفتاة العرب بعد وفاتها اليوم عن عمر ناهز 98 عاما. دي الشاعرة عوشة من أحد رموز الشعر والأدب، وجاء في نعي الشيخ محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فقد الوطن رمزا كبيرا في الأدب والحكمة والشعر. عوشة بنت خليفة السويدي فتاة العرب، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها وألهمنا الصبر والسلوان. ده الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. وأضاف: تركت فتاة العرب خلفها كنوزا من الأدب والشعر ستظل تحكي سيرتها وتحمل ذكراها خالدة في صفحات الوطن. ده ديوان فتاة العرب الشاعرة عوشة بنت خليفة. وكتبت فتاة العرب وهي من مواليد عام 1920 بمدينة المهيجعي بالعين في شتى المجالات، ولها قصائد في الإسلاميات والنقد الاجتماعي والمدح والغزل. الشاعرة عوشة وجارت أكبر الشعراء من مثل أحمد الكندي وعمير بن راشد آل عفيش الهاجري، وتغنى بكلماتها كثير من الفنانين أمثال جابر جاسم وعلي بن روغة وميحة حمد وغيرهم، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات ودواوين مسموعة جمعها في ديوان فتاة العرب عام 1990 الشاعر حمد بن خليفة بوشهاب، الذي صدرت طبعة ثانية منه عام 2000. ومن أشهر قصائدها الشهيرة قصيدتي سلامين رضايف والشموت يموت. كما نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشاعرة عوشة، وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي تويتر قائلة: اللهم ارحم الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحلام مطربة مشهورة طبعا. ودشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج بعنوان وداعا عوشة بنت خليفة، تصدر قائمة الترندات الأكثر تداولا في الإمارات. كما حصل هاشتاج وداعا فتاة العرب على المركز الثاني، وأعرب نشطاء الإمارات عن حزنهم الشديد لرحيل عوشة بنت خليفة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، فيما رأى آخرون أن بلادهم فقدت أحد رموز الشعر والأدب. وهنشوف دلوقتي نجوم فقدوا برضو، منهم أولهم ميس كاف.